السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. النهاردة ان شاء الله فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهاردة مش هنعمل وصفة، بس حبيت ان اطلع النهاردة اتكلم معاكم واقول لكم على حاجة مهمة جدا، عشان في ناس كتيرة قوي بتشتكي منها، فحبيت اعمل فيديو عشان خاطر ارد عليكم واقول لكم عليها. طبعا اثناء وانا على الفيسبوك او على اليوتيوب او كده، او حتى اصحابي وجيراني وكده، بلاقي ناس كتيرة قوي بتشتكي من موضوع الصراصير. بيقولوا لي الصراصير يعني بالذات يعني في الصيف بتبقى حاجة فظيعة جدا في الشقة أو في المطبخ، ودلوقتي مبقاش لها مكان معين. يعني زمان كنا مثلا نلاقيها في المطبخ بس، دلوقتي بقى ممكن تلاقيها في أي مكان في الشقة. ربنا يا رب يعافينا، يا رب ربنا يعافينا جميعا إن شاء الله. فطبعا ايه، فانا قلت بقى النهاردة هطلع اقول لكم على وصفة بجد حلوة جدا جدا جدا. انا عن نفسي جربتها والله العظيم، يعني بسم الله ما شاء الله الله اكبر، يعني اقول لك بقالي 5 سنين بفضل الله ما لقيتش ولا صرصار في شقتي بفضل الله. ويوم ما الاقي واحد بس، واحد بس، يوم ما الاقيه يعني الاقيه مثلا على البسطه بتاعت باب الشقه لسه هيدخل ولا كده، وراح جايه موته في ساعتها. بس في الشقه نفسها بفضل الله بفضل الله ما فيش خالص، الحمد لله. بقالي يعني مش عايزه اقول لك اكتر من 5 سنين، بس خلينا نقول 5 سنين. ادي البودره يا بنات اللي انا بتكلم عنها، زي ما انتم شايفينها كده، هي دي بودره الصراصير جرين لايف. دي موجوده عندي بتاع المنظفات او الصيدليه، هتلاقيها عنده موجوده. بجد ممتازه جدا، حلوه جدا جدا للصراصير. انا ما جربتهاش في اي حاجه تانية، انا جربتها بس الموضوع الصراصير دي، ان فعلا كانت مضايقاني جدا جدا وخانقاني يعني، وعملت كل حاجه وجبت كل حاجه ليها وما كانش لها حل. وسعرها يا بنات يعني ممتاز جدا، يعني بقول لك انا كنت جايباها من 5 سنين، كنت جايبه كيس بجنيه، انت دلوقتي الكيس عامل 3 جنيه، مش حاجه برضو، مش حاجه 3 جنيه، يعني قصاد اللي انت يعني الصراصير دي يعني تروح كده وتستريحي منها يعني مش حاجه يعني. فانا جبت ساعتها كام كيس، جبت ساعتها 5 اكياس، والخمس اكياس دول رحت جايه بقى مسحه المطبخ كويس جدا. بصي يعني قلبت المطبخ كده قلبه حلوه كده، وبعد ما قلبته ورحت جايه بقى ماسكه كيس كده فاتحاه، هفتحه معاكم وهوريكم شكله من جوه بيبقى عامل ازاي. شايفه اللون بتاعه من جوه بيبقى عامل ازاي؟ يا رب يكون واضح. دي بقى انا بروح جايه ماسكاها وحطها بقى ايه في كل الاركان عندي في المطبخ، وكمان بروح جايه حاطه حوالين المطبخ من جوه، بروح جايه زقه المطبخ طبعا ما مسحته وخلصته، وحط في الاركان دي اللي هي تحت، قصدي يعني مش هنا لا طبعا، انا قصدي تحت عند البلاط، بروح جايه حاطه حوالين المطبخ من جوه كده وكده، والف المطبخ كله حوالين الانبوبه وحوالين البوتاجاز كل ده تروح جايه عاملاه، وكمان فوق برضو في المطبخ من فوق القطعه الفوقانيه هتروح حاطه عليها من فوق برضو شويه، يعني مش هتحط كتير. ده بصي يعني انت بتحطي حاجه بسيطه جدا، بصي لما تيجي تحطي اهي، انا هوريكي كده واضح كده في الكاميرا، شايفه اهي، هي دي بتحطيها في كل ركنه. بصي هو في قد ايه، في كل مكان هتروحي جايه حاطه 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 كده كده كده، وسيبيه بين كل شويه وشويه، يعني خدي مسافه مش كله كده ورا بعضه، لا خدي مسافه بين كل شويه حطيتيهم وشويه تانيين، بس كده. بصي بقى ولا ليه ريحه ولا ليه اي حاجه خالص، يعني ما تلاقيش خالص هو يعمل ريحه عشان عندك اطفال والكلام ده كله، بس طبعا مش هينفع تحطيه في الشقه لو عندك اطفال بيزحفوا والكلام ده كله. ليه بقى؟ عشان خاطر ممكن العيل يفتكروا حاجه ويروح جايه ايه واكله. بصوا عامل ازاي، ممكن عيل ياكله، فما ينفعش احطيه خالص في الشقه. فانت لو هتحطيه حطيه بس في المطبخ بس، ولو حطيتيه في الشقه يبقى هتحطيه ورا الانتريه، ورا ترابيزه، ورا حاجه يعني بحيث ان العيل ايده ما تروحش عليه، هحطها في مكان كده بعيد عنه. بس والله العظيم بجد 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 هتستخدميه هتدعي لي. وخلي بالك زي ما قلت لك في منه انواع، يعني انت بتيجي تشتري منه ما تشتريش اللي هو النوع اللي مع الناس في الشارع، انا مجربتهوش بس بسمع من ناس بيقولوا ده مش الاصلي. الاصلي هتلاقيه في الصيدليه او عند بتاع الصابونه، انا كنت جايه مع بتاع الصابونه، بس بتوع الصيدليه كمان بيبيعوه. هتروح عند بتاع الصيدلي وتقولي له عايزه الجرين لايف، هيديهولك على حسب بقى عندك بقى السعر بكام، ممكن يكون عندك سعر اقل من كده كمان. انا بقول لك انا كنت جايه من 5 سنين بجنيه، دلوقتي 3 جنيه،
لازم مطبخك يكون نظيف كويس جدا، يعني جايه ماسكه المطبخ بتاعك مسحاه مسحه حلوه، وغسله حيطانه وغسله ومنفضه الرفوف بتاعت المطبخ والبوتاجاز. بصي بقى يعني مسحه مسحه كويسه، يعني مش كده وخلاص، عشان لازم تحطيه على نظافه، ما ينفعش تحطيه كده وخلاص، لا لازم على نظافه. وبعد ما تنضفي هتروحي جايه بقى حطاه بقى في كل ركن زي ما قلت لك. بسم الله ما شاء الله، والله العظيم تحفه تحفه تحفه، وان شاء الله باذن الله. بس وانت بتحطيه قولي بسم الله الرحمن الرحيم، سمي كده وقولي يا رب بقى اجعله سبب كده يطرد الصراصير من البيت. ويعني انت حطاه هو ايه، ربنا يجعله سبب يعني، تمام. وتروحي جايه بقى حطاه كده، وان شاء الله مش هتلاقي اي حاجه باذن الله. جربي مش تخسري اي حاجه، احنا ياما جربنا وياما جبنا وياما عملنا وصرفنا قد كده على الموضوع دوت. فيعني ده حاجه بسيطه جدا، 3 جنيه مش حاجه خالص. انت هتجيبي مثلا لمطبخك، هتجيبي مثلا قد ايه، هتجيبي 3 اكياس مثلا، هو حلو قوي 3 اكياس، ما تجيبيش اكتر من كده. 3 اكياس الواحد ب 3 جنيه، يعني التلاته ب 9 جنيه، ايه المشكله؟ 9 جنيه قولي 10 جنيه، ايه المشكله 10 جنيه يعني. هتروحي جايه عامله بيها المطبخ بتاعك كله من فوق ومن تحت زي ما قلت لكم، من الجناب وكل حاجه، ما تسيبيش مكان الا لما تكوني عاملاه، تمام. تشدي المطبخ بتاعك الخشب وتروحي جايه حاطه وراه، تشدي البوتاجاز وتروحي جايه حاطه وراه، تشدي الانبوبه وتروحي جايه حاطه وراه وحواليها، ما تسيبيش مكان الا لما تكوني حاطه. بس طبعا ما ينفعش تحطي على الرخامه والكلام ده كله عشان الاكل، وما ينفعش طبعا. لا المطبخ الخشب تحطي من فوقيه كده، ما تسيبيش مكان في المطبخ الا لما تكوني حاطه فيه. جميل جدا جدا، ان شاء الله هتجربيه وهيعجبك. نوعيته حلوه ورخيص جدا. بس كده يا جماعه، كده خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم تكونوا استفدتوا بحاجه منه. ما تنسوناش بقى باللايك وتدعمونا دايما، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.